سبحان الله، امرأة تلد بعد 117 يوما من موتها، وعند الولادة لن تصدق ماذا وجدوا بداخل هذه الفتاة. معجزة كبيرة جدا. ولكن فضلا وليس أمرا، لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى مشاركة الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد. قبل أن نبدأ أدعوكم للاشتراك في قناة أبو زيدان، وهي قناة رائعة متخصصة في الطبخ والزراعة، حيث يقوم بزراعة الفواكه والخضروات، وبعد ذلك يقوم بطهي المأكولات الشهية في الطبيعة بأسلوب بدائي رائع. لا تنسى الاشتراك في القناة لأنها بالتأكيد ستعجبكم، ستجدون الرابط أسفل الفيديو. كشف أطباء في دولة التشيك عن تفاصيل جديدة بشأن المرأة التي تلد رغم موتها دماغياً، حيث أكد الأطباء في المستشفى الجامعي لمدينة بورنو إنهم وضعوا المرأة الحامل على جهاز التنفس الصناعي لمدة 117 يوماً لتظل على قيد الحياة من أجل جنينها. وأكد الأطباء من خلال مؤتمر صحفي أن هذه المدة غير مسبوقة في مثل هذه الحالات. وقال الأطباء إنهم أجروا عملية ولادة قيصرية للمرأة في الأسبوع 34 من الحمل، وإنها أنجبت في منتصف أغسطس الماضي بنتاً اسمها أليكسا، وكان وزن الفتاة عند الولادة 2.1 كيلوغرام وطولها 42 سنتيمتراً. ولكن كيف أنجبت هذه المرأة هذه الطفلة وهي متوفية؟ القصة تبتدي عند امرأة كانت تعيش حياة طبيعية، كانت تذهب كل يوم إلى العمل. كانت هذه السيدة متزوجة، وكانت في الشهور الأولى من الزواج شعرت بألم في بطنها، فقررت أن تذهب إلى الطبيب لتعرف ما سبب هذه الألام. فبعد الأشعة اكتشف الأطباء إنها حامل في الشهر الخامس. فرحت السيدة كثيرا وذهبت مسرعا إلى زوجها حتى يعرف إنها حامل في مولود، فذهبت سريعا إلى زوجها في البيت، فلم تجد زوجها في البيت. قالت السيدة: زوجي الآن لم يكن في البيت، فبالتأكيد هو الآن في العمل. فقررت أن تذهب لزوجها في العمل حتى تفاجئ زوجها بخبر حملها. فذهبت إلى زوجها في العمل ودخلت في مقر العمل. رأى الزوج زوجته من بعيد، اقترب إليها وقال لها: لماذا جئت إلى هنا؟ ما هذه المفاجأة الغريبة؟ قالت الفتاة: انتظر، سأخبرك بالمفاجأة. أنا اليوم شعرت بآلام في بطني، فذهبت بسرعة إلى الطبيب حتى أعرف ما سبب الآلام. فقال لي الطبيب إنني حامل في الشهر الخامس. فقال لها زوجها: أنا كنت لا أريد أطفال في بداية زواجنا، أريد أن أعيش أنا وأنت فقط في البداية. كيف حملت بدون علمي؟ اتفقنا في بداية الزواج على إنك ستأخذي حبوب منع الحمل حتى نقرر سويا الوقت الذي نريد فيه أطفال. قالت الزوجة: كيف تقول ذلك؟ الأطفال نعمة من الله، أنا كنت أخذ بانتظام حبوب منع الحمل، ولكن الله أراد لي أن أحمل. قال لها زوجها: أنت تكذبين، وكنت لم تأخذي حبوب منع الحمل. وتعصب الزوج على الزوجة بشدة داخل مقر العمل، فحزنت الزوجة وقررت الذهاب إلى البيت. فكانت الفتاة تذهب وهي حزينة وكانت تبكي بشدة، فكانت لم تنتبه للطريق، فللأسف اصطدمت الفتاة بسيارة كانت تسير بسرعة شديدة. لأن الفتاة كانت حزينة وكانت لم تنتبه للطريق، أخذوا الفتاة بسرعة إلى المستشفى، وكانت في العناية المركزة المشددة لأنها كانت حامل. الفتاة أصيبت بنزيف حاد في المخ وفقدت الوعي لأسابيع طويلة، وكانت كل هذه الفترة حامل في المولود. وكان الأطباء يحاولون بكل جهدهم على إبقاء الجنين بصحة جيدة. أجرى الأطباء الكثير من العمليات لهذه الفتاة، ولكن الفتاة كانت فاقدة للوعي ولم تنجح أي عملية على الإطلاق. وأشار الأطباء إلى أن عملية الإبقاء على المرأة الحامل من أجل جنينها كانت صراعاً صعباً، وإن فريق التمريض وأقارب المرأة ساعدوا في سرعة نمو الجنين من خلال التحدث إليه بشكل مستمر. ندم الزوج على ما فعله مع الزوجة وظل معها في المستشفى 117 يوماً وهي فاقدة للوعي، وكان يبكي طوال الليل، وكان كل يوم ينتظر الزوجة تفوق من الغيبوبة، ولكن الزوجة كانت فاقدة للوعي تماماً. وللأسف بعد محاولات وعمليات عديدة أجرتها الفتاة لمدة 117 يوماً توفت الفتاة بنزيف حاد في المخ. ولكن كيف أنجبت المولود وهي متوفية؟ كانت الأم قد توفت عن عمر 27 عاماً وقد أصيبت بنزيف دماغي حاد في الأسبوع 16 من الحمل.
وبعد الولادة تم إيقاف الأجهزة التي كانت تبقي الأم على قيد الحياة، لأن السيدة كانت قد توفى كل جسمها وكانت تموت بالبطيء، ولكن كان الأطباء يحاولون إبقاء السيدة على قيد الحياة حتى لا يفقدون المولود. فبعد أن تمت الشهر التاسع وهي في المستشفى فاقدة للوعي، أخرج الأطباء المولود، وبعد ذلك تم فصل جميع الأجهزة عن السيدة حتى تفارق الحياة. قالت الطبيبة ألينا من قسم الشؤون القانونية بالمستشفى الجامعي إن أهالي المرأة دعموا استمرار الحمل، مشيرة إلى أن الأم كانت ستتخذ نفس القرار لو كانت في وعيها، وذلك وفقا لما سرده أهلها عن مذهبها في الحياة. في أمريكا أنجبت امرأتان في نفس التوقيت، واحدة أنجبت ولد والثانية أنجبت بنت، وبسبب خطأ من الممرضات لم يتمكنوا من التعرف على من أنجبت الولد ومن أنجبت البنت. بعدها قاموا بفحص الدم والدي إن إيه، فوجدوا النتيجة متقاربة للغاية، وحدثت حالة من التعجب للأطباء ولم يستطيعوا حل المشكلة، وكل امرأة تصر على أن الولد ولدها. وعندما وصل الخبر للمسؤولين قالوا أن هذه المشكلة لا يحلها غير المسلمين، فاتصلوا بشيخ من السعودية ودار الحوار كالآتي. قال المسؤول الأمريكي للشيخ السعودي: ألم تقولوا أن لكل شيء حل في دينكم؟ وأخبره بالقصة، فقال المسلم: بسيط جدا، خذ قطرات من الحليب لكل من السيدتين وافحصوه، والحليب الذي يحتوي على مواد مغذية أكثر وغنية تكون صاحبته هي التي أنجبت الولد والأخرى التي أنجبت البنت. فقاموا بفعل ذلك، وبالفعل وجدوا الفرق بينهما، فعرفوا لمن الولد ولمن البنت، حيث يقول الله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. سبحان الله، هذه الواقعة تشهد أن القرآن على حق. والآن سنعرف أيضا سيدة تنجب 17 طفلا توأم في ولادة واحدة، لن تصدق كيف هو حالهم. حدثت في دولة أمريكا واقعة من أغرب الوقائع، حيث ولدت سيدة تعيش في دولة أمريكا بالتحديد في ولاية أندية معجزة كبيرة. ولم تكن الغرابة في حالة الولادة، بل كانت المفاجأة الجميع في عدد المواليد التي قامت بإنجابهم تلك السيدة، وهذا الذي اعتبره الكثير من أكثر الأشياء غرابة، حيث لم يشهد العالم ذي قبل هذه الواقعة الفريدة من نوعها، وهي أن السيدة ولدت 17 طفلا في نفس الوقت واللحظة، حيث دخلت السيدة غرفة العمليات الخاصة بحالات الولادة ولم تخرج منها إلا بعد مرور حوالي 20 ساعة تقريبا، وفاجأت الجميع بهذا الكم من الأطفال الذي استطاعت إنجابهم في وقت واحد. والغريب في هذا المشهد أن الأطفال تمت ولادتهم قبل ميعاد الولادة المحدد لهذه السيدة بحوالي شهرين كاملين، حيث استطاعت وضع أطفالها في الشهر السابع. والمعروف أن الطفل في حالة إنجابه في شهره السابع يكون في معظم الحالات يعاني من حالات في النقص، إلا أن الأطباء قاموا بفحص هؤلاء الأطفال وتبين إنهم قد تمت ولادتهم بحالة صحية ممتازة، وهذا ما أذهل العديد من الأطباء. ولقد صرح الطبيب المسؤول عن حالة هذه السيدة أن السيدة التي قامت بإنجاب هؤلاء الأطفال عانت سنين طويلة من عدم القدرة على الإنجاب، مما جعلها تلجأ لإجراء إحدى العمليات الخاصة بالتلقيح الصناعي، وبالفعل نجحت العملية وتمكنت السيدة من إنجاب هذا العدد من الأطفال. شكرا لكم على متابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به ومشاركته والاشتراك بالقناة.